مباراة الافتتاح بين الترجي الرياضي التونسي صاحب المرتبة الأولى واللي يلعب على يسار متفرج الكرة اللي فائته نويرة يوزع كرة والحمروني فوق مرمى الشيخ ساك. الشيخ ساك هو حارس الملعب التونسي، ملعب التونسي اللي نجدوه في المركز الثالث، صاحب المركز الأول ضد صاحب المركز الثالث، وكرة في اتجاه المساكني ما يتحكمش في المحافظة على الكرة بتاعه، ما عملش كنترول اللازم، هاي الإعادة يضيع الكنترول بتاعه والوعر يكون بالمرصاد. مباراة الأول ضد الثالث ينتظر منها الكثير، خصوصا أنه اللعب الجميل ممكن، لكن المحاولات ولو أنها عديدة مثل اللي كنتوا تشاهدوا فيها لصالح الملعب التونسي عن طريق المساكني أو عن طريق بواب أو أيضا الكرة هذه اللي يأخذها ماليتولي فوق العارضة، لكن تغلط لقطات مثل هذه. ربما تقولوا مباراة سخنة ياسر، في الواقع ما سخنتش، كان ما كانتش مباراة تاع أول ضد ثالث بكل أمانة نقول هذا، وفرصة أخرى للترجي وعلي بن ناجي، لكن يلقى الشيخ ساك وينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل بدون أهداف في الشوط الأول. في الشوط الثاني الترجي ومن جديد ساك عن طريق أمام الحمروني، ثم التوزيع مشيحي وطارق ثابت بالرأس ما يتحكمش في الكرة هذه، فرصة أخرى تمريرة من نويرة والحمروني وساك على مناسبتين وثلاثة، ارجع الكرة مخطئ من الحارس الوعر وفرصة التهديف تضيع، هاي الإعادة متاعها للرحموني. الفرص السامحة للتسجيل كانت موجودة، لكن مستوى اللعب لم يرتفع، محاصرة فردية كبيرة لصيقة قام بها الملعب التونسي على كل لاعبية الترجي حتى على المدافعين. مثلا دهليز وقت اللي كان موجود كان عامل ماركاج مباشر للبناجي، ثم هنا تسلل واضح حسب الإعادة، ثم فرصة الترجي التونسي في الدقيقة 90 ماليتولي وضربة الجزاء يرمي عليها الحكم الدولي سيد شيد بن خديجة. شوف ماليتولي ايش عمل، رفع الكرة وخرج كرة امام زميله والرجل المدافع تاع الملعب التونسي في وجه مهاجم الترجي التونسي، ولا تحتاج الى اضافة، ضربة جزاء يرمي عليها بدون تردد الحكم الدولي شيد بن خديجة في الدقيقة 90. المباراة اللي ما كانتش كبيرة نظرا لحجم الفريقين، علي بن ناجي يسجل ضربة الجزاء، وفي الدقيقة 92 و 93 زوس ورص للملعب التونسي. هل سيتمكن من النجاح في التعديل؟ عدم تمكن مهاجم الملعب التونسي من استغلال الفرصة هذه، ثم الفرصة المواتية أثر مخالفة وينتهي اللقاء بنتيجة هدف مقابل صفر، تعادل بدون أهداف بين النجم الساحلي ومستقبل المرسى، هدف لصفر مستقبل قصرين أمام الاتحاد الرياضي المنستيري، هدفين لهدف للشبيبة أمام المحيط، ونفس النتيجة اللي فاتت سكك حديد الصفاقسي أمام النادي الإفريقي، ثم تعادل هدف لهدف بين النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي. الشيء اللي يعطينا في الترتيب العام الترجي الرياضي التونسي في الطليعة برصيد 34 من النقاط، دائما بفارق 9 نقاط الشبيبة في المركز الثاني، ثم الملعب التونسي صاحب المركز الثالث برصيد 21 نقطة، 20 نقطة